اهلا بكم في ضيف الخير. كما كل حلقه نمشي نشوفوا عائله محتاجه ونشوفوا شنو نقصهم باش يعديوا رمضان في خير. كما قاعدين نشوفوا اليوم رجعنا لسوسه وين احلام الفقيه ومرتضى لانسيو الرابور رادي. اليوم عنده 6 سوايع بالضبط باش يعب الكادي بالقضيه اللي موجوده في الليسته هذه، وعنده زاده حاجه ما لازمش يعملها، ما لازمو يصرف حتى فرانك من جيبه. تابعونا. سلام باب، لاباس؟ شنو الأحوال؟ الحمد لله. بالله تعرف شي عائلة زوية ولا لهنا نجم نعاونوها؟ موجود. موجود؟ قول بيه. لنا؟ أي بسم الله. شنو هي ناقصك أنت مدامك؟ أنا دعمي طول الدار ما عندي حتى شيء، لا عندي بيت بانو، لا عندي كوزينة. كما شفتوا ظروف صعيبة برشا، عائلة متكونة من 4 أفراد، فما المرأة وراجلها، وفما زوز بنيات، واحدة 17 سنة والأخرى 12 سنة. باش نكلموا رادي اليوم مادامنا في سوسة. ألو خويا العزيز رادي، وينك خويا؟ بابا لاباس لاباس خويا، يعني في سوسة واليوم الدفيع عندك أنت. مرحبا بك، يعني جاي خويا حاضر روح. اوكي خويا نستناك ان شاء الله. مرحبا. يا سبق واحد وتعدد وقت حسبنا ما فيها دواء، كيف النايا ظهرت تتسدد جالف رش وتهز البلا. مهما دنيا صعبت وشدت صار الحي والميت سوا، مهما لمت لي ديما مدت راح بنادم كل شيء خلاه. الو مرحبا، هاني بحذا دارك خويا تجي. يا خويا خير خبرك. رادي خويا لاباس خويا؟ مرحبا يا معلم. شنو حوايج؟ مرحبا بك في سوسه خويا. عايش تعرف دي في الخير، انك حطيت كومنتير على اليوتيوب وكل شيء مشكور. عايشك وانتم بارك الله فيكم. عايش خويا، لانسي لك الديفي مرتضى واحلام الفقيه مرتين، تلانسي لك الديفي دونك انا جيناك اليوم. مرحبا بكم. هذا الليست نتاع العائله ان شاء الله، وكما تعرف القانون نتاع الديفي لازمك تقبل اول حاجه قدام ان شاء الله. نقبلوا لاباس بحول الله. يلا خويا عندك 6 سوايع دونك تو توب كرونو. يلا يلا تخير مخطا بين الجنه. باش تحب تبدا خويا؟ نحاولوا ان نمشيوا لجمعيه صناع الامل. صناع الامل اتصلوا بيا وحدهم من اكودا مشكورين. وقالوا انه نجموا يعاونونا بقضيات ولا حاجات هكا في مواد استهلاكيه وكل شيء. واضح مادام هم قراب نحاولوا ان نبداو بهم هم. هذا اخونا وليد نتاع جمعيه صناع الامل، بارك الله فيهم باش يعاونونا بشويه قضيه. يعطيهم الصحه اخويا. هي العائله فيها أربعة من الناس. معنا نعطيهم راجل ومرأة شهرين، شنو تحب أنت؟ اللي تنجمو. لا يا خويا يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. يلا وين نمشيو توا؟ بارك الله فيهم. نمشيو توا الثنية الأقرب لنا، نمشيو لدار مكرم برمضان، خويا وصاحبي وعشيري وبارك الله فيه مالجري اللي هو في فرنسا، كلم خوه وخلينا قضية عند خوه إن شاء الله نتعدي وناخذوهم. بارك الله فيه مكرم وعايش. كلمني مكرم. يعطيك الصحة ويعطيه الصحة، سلم عليه برشا. بون كوراج. يعايشك أنت وبارك الله فيك. ربي معاكم. وسلم لنا برشا على مكرم وقول له عايشك خويا. سرنا أعمالنا، سرقنا كل مالنا، حرامي غلب أحلالنا، خل الخير. لك ساعة من وقتك، دونك مازالوا لك 5 سوايع. طارت. أما سوسة كبيرة دونك ندور. لاباس إن شاء الله، نكملوا مع سبورتيفات بطبيعتهم وكلهم فرتشيرهم. نمشيو. كل أصحابك كل دي سبورتيف. والله يا خويا سوسة مش كبيرة برشا، أنا سبورتيف ديجا. بالله بس كنت لكن توا الحالة ما عادش. لا لا فوت. فوت اي سبورتيف، حب كوره برشا ونتبع كوره زاده حتى ليشيل انترناسيونال ومغروم بالفوتبول فان. باهي برشا. وين خويا توا؟ نمشيو توا خونا زياد تومي. مخرجنا توع الوالدين. خويا زياد. خويا. باب نهارك طيب خويا. انا قدام الدار خويا وصلت لك، كانت تنجم تخرج لي. تشامبيونز هي يا مان. لاباس لاباس زيدون. عايش شوك باهي خويا. اون فورم. بارك الله فيك خويا وبارك الله فيك. يعطيك الصحة مان. مرسي عليك. عايشك زيد. عايش خويا. عايش.
عايش خويا ما نمشيو لخونا هشام صاحبنا في سهلول ان شاء الله زاد نتصوروا زاد سيرفيابل هو الوليد ونسان ديما يسعى لفعل الخير نكلموه بحول الله اذا كان نلقاوه زاد جاوب به يعطيك الصحه يا خويا بارك الله فيك وربي يخليك ايش يا عايش خويا ربي يبارك لك عايش صاحبي هشام دنيا محلن كل خويا توا باش نمشيو انهم دافير هو والبي فيهم يعني ان شاء الله اللي بس بي فيهم ان شاء الله خونا سامي خويا سامي شنو صحه بابا بس عليك يعطيك الصحه صحه النوم يعطيك الصحه سمعنا كان قلقناك عاد الله يخليك خويا سامي يعيشك سيدي بارك الله فيك مرسي بيان يعيشك خويا سامي اول ما تسلي يا شمالك قديش فلوس وفر لي عنده غير احوالك هاي وين نمشيو تاو تاو نمشيو في حومتنا اخويا تاو اخر حاجه ولد الحومه ان شاء الله في حي رياض ان شاء الله وين نمشيو تاو اخويا نمشيو لنيس عايش اخويا وي اهلا بخيري اخويا الغالي والله دخلت حي رياض في حي رياض من بك هاي تريبيا يعطيك الصحه اخر بنتي خي يعطيكم الصحه يا اخويا وين بحظة في آخر الحومة في الطلعة تريبيان هاك بحظة يا أخوي تريبيان أنا استنى فيك ذوما حبيباتنا من المستير يعطيهم الصحة والله يسمعوا زادة وجاءوا لعملوا كوليكت وجاءوا زادة يعطيكم الصحة أخوي بارك الله فيكم طوى ولد حومتي زادة صفوين متاع الموب قال لنا اخويا باش يعاوننا بشويه ليمون وشويه حاجات او تري بيان جينا اخونا صفوان هذا ولد حومتنا اخويا بارك الله فيه مشكوره اعطانا لي ليمون تاع التلفزه يعيش اخويا وبارك الله فيك هذا قل حاجه معناها نجم نقوموا بها معناها هذا واجب بادي توا اخويا نقضيو شويه الحم شويه حوت شويه خضره نشوفوا قاعدين باش نعبيو الفريجيدير ان شاء الله هذا اخونا امير يا اخويا والولاد يرحم والدي ومشكورين يا اخويا من اعز ما فما يا اخويا ومبادره ما عندهم يا اخويا يحبوا يعاونوا باللي نقدروا ويعطيكم الصحه اخويا بارك الله فيك وربي يبارك لكم يا اخويا يعطيك الصحه اخويا امير بارك الله فيك اخويا يعيش اربع من الناس هما اعطيهم اللي يخرج من هاي مالها طوى اخويا ويعطيك الصحة بارك الله فيك. نعطيهم كعبة تراثي لازموا يطيبوا بهم اللي يحبوهم نظم يا غالي نظم شوية شوية. عشت فيه المنسي بلا ما احنا زاد علني موتني اللي كنت فيه هو حبيبي اللي كنت فيه. يعطيك الصحة اخويا وبارك الله فيكم. هاي اخويا نحسب الفلوس. نحسب اخويا. يلا صاحبي بسم الله. بسم الله. ايه. كاو على على ما قدرنا اخويا الحمد لله الحمد لله هذوما اخويا ميل ميل ظاهرين هكا بالاصفر بالاصفر صفنيهم 3750 اللهم صل على النبي الحمد لله يعطيهم الصحه اخويا بارك الله فيهم قد تقدرها القاضي انا قاضي به انا فما 1500 على الاقل معناتها لمد 5 ملايين و 250 الحمد لله اخويا ماشي الناس عطاتو بارك الله فيهم برافو يعطيهم الصحة وين نمشيو؟ نمشيو ناخذوا لهم الالكتروميناج الالكتروميناج ان شاء الله يلا بسم الله ايمون خويا وين جايبني انا لهنية طب خويا طوى الكرهبة تعبيت هذيا ما عادش عندنا وين نحطوا الحمد لله خويا خير برشا والعبيد الكل عاونت يرحم والديهم نحاولوا ان عندنا ولد حومه نعاودوا نعيطوا له باش نهزوا الالكتروميناجي ويعطي الكهرباء كلموه تنعملوا له سوايد ديريكت علاش كلموه لفه شنو خذوك في حوايج اخويا كرهبة تعبيت لنا وعندنا في كل فازه نتاع دي فيه الخير باش نوصلوا شويه قضيه بالحق يرحم والديك خويا تبعنا خويا دوب عليك عايش خويا لفه أو جيناك إن شاء الله ما حملنا كوليكت العائلة وجينا باش ناخذوا لهم ما ينقصهم. شعلنا في الليستة التلفزة وغاز وفي الجدار. وين تحب تزيد من بعد حاجة؟ ما يسالش شيء. هاي راد خويا كملك نمشوا للعائلة توا مازال عندنا درجين يوصلونا إن شاء الله. درجين خويا مازال باش تخطروا الوقت بالضبط. الله غالب يا خويا. إي خويا تبع معنا لفة باش يتبعنا بالكهرباء. خونا لفة يكلم.
الكهرباء اللي فيها القضيه واحنا معبين وبحاول لاباس يعطيك الصحه. عايز ان شاء الله الواحد يكون قام بالواجب وقد ما ينجم يعطيهم الصحه الناس كل اللي عاونوا. الواحد ما عمل شيء هو كان واسطه وبرا. رادي خويا يعطيك الصحه. يعطيك الصحه انت خويا. انت خويا يعطيك الصحه شو مدخلنا فيكم. يعطي الصحه الناس اللي عاونت ويعطيهم الصحه وان شاء الله ديما ربي قدرنا على فعل الخير وان شاء الله ملمومين في الخير ديما. واضح خويا. قلت لي قبيله تحب تقول حكايه على الحقيقه ما كانتش وما كانت عندنا الليسته نتاع القضيات فما كي دخلنا شفنا انه لازمهم فرش وموا نتاع البلايص ما عندهمش فرش. ان شاء الله غدوه نكملوه غدوه معنا احنا ان شاء الله الفرش باش ما يقعد كل شيء كامل ان شاء الله. ان شاء الله بيعطيك الصحه. كيما لانسيت لك الديفي احلام ولانسيت لك الديفي مرتضى. موده كله موده خويا. شكون انت اليوم؟ خمسه من الناس. ياسين شيخاوي. ياسين شيخاوي. كريم حقي. كريم حق. الاستاذ لطفي بوشناق. الاستاذ لطفي بوشناق على راسي. جي جي اي وكلاي. مرسي اللي تبعتونا. نروح بيك خويا. كنت عم زي. يلا. السلام عليكم.